ده مدخل الشقة، ادي الشقة اهي. هو بس ايه زي ما انت شايفة كده، طبعا ايه المدخل لسه ما اتشطبش، ولكن الصرف بتاعها لوحده وكل حاجة لوحده، ملوش أي علاقة بالجيران. الأرض كلها بورسلين اهي. دي الصالة، دي الصالة هنا اهي، بتبص على الهرم. مش أي حد جارح البيت. دي الصالة كده كلها، يعني هي كلها متشطبة والبورسلين راكب. أدي الحمام، أدي الحمام كله راكب بتاعه. في شوية يعني فيها شوية شغل بس بسيط جدا، يعني اللي هي إيه، حتى القعدة وحتى الحاجات كلها موجودة أهي. أدي الحمام والسيراميك بتاعه، السيراميك كله كليوباترا. وادي المطبخ، المطبخ يعني عامة العمارة لسه ما سكنتش، يعني في ناس بتشطب، وزي ما بقول لك الصرف بتاعه لوحده. ممكن نرجع للصالة تاني اهو. هو قلت على الشقة خلاص، وحط مشتك في أي أوضة. ادي كده اول اوضه، دي اوضه بس فيها كركبه، معلش دي اول اوضه. وبرده الاوضه دي لو فتحت الشباك نفس المنظر اللي احنا شفناه في الصاله، هيبص على الهرم برده. الاهرامات بتبان بس للاسف الكاميرا عشان الشمس مش جايباهم. انا شايف الاهرامات هرمين كويس جدا. ودي الماستر باد، وبرده الارض بتاعها الاوضتين معمولين كليوباترا اللي هو نظام الشكل الخشب ده. وهذه الأوضة العمومية، هذه الأوضة العمومية اهي، الأوضة الكبيرة. وبرضو الأوضة بتبص على الأهرامات. مش عارف أقدر أجيبها ولا أحاول أجيبها. هاي هم باينين اهم الأهرامات اهي، على الهرم العمومي. ده الشارع بتاعنا تحت، ده الشارع تحت، وده مدخل العمارة من تحت. ودي فيلا قدامنا بس صاحبها سويدي ومش عايز يبيعها. ده شارع الهرم الرئيسي بالظبط 250 متر مشي. تحت هنا في تحت العمارة في جامع، تحت العمارة على طول في جامع. وهنا قدامنا جزار وفتهاني، وعلى الشارع طبعا مطاعم وليتل سيزر بيتزا وبيتزا هات